الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسال يا ابني علينا الاهلي سيد القاره. الف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والف مبروك طبعا لكل المصريين. انجاز مصري جديد بيتحقق في سماء افريقيا بتوقيع وبصمه النادي الاهلي كما جرت العاده. الابطال يحتفلون فقط عند الوصول لمنصات التتويج. فريق النادي الاهلي بيسيطر على افريقيا طولا وعرضا للموسم الثالث على التوالي ويفوز بالسوبر الافريقي، لقب غالي طبعا للمره الثالثه على التوالي على حساب الزمالك بعد الفوز بالمباراه اللي استضافتها الجزائر الشقيقه بنتيجه 23-21. مش بس الفوز هو سبب الفرحه، لكن بالاضافه للتتويج والفوز بلقب غالي المشاركه كمان في كاس عالم للانديه السوبر جلوب ان شاء الله للنادي الاهلي، اللي تقدر تقول كده انه نادي واحد على مستوى القاره هو اللي مسيطر على الالعاب الجماعيه فيها، سواء كره قدم، سواء باسكت، سواء هاندبول، والفولي بول ان شاء الله باذن الله في الطريق وقادمه. مبروك لكل الاهلاويه، من حقكم تفرحوا، من حقكم تحتفلوا الحقيقه بانجاز جديد بيضاف للنادي الاهلي. وكما جرت العاده الاهلي ما بيحتفلش وما بيفرحش الا لما بيقف على منصه التتويج وبيرفع كاس او بيتوج بدرع بطوله، وده اللي احنا شفناه وتابعناه كلنا امبارح، لحظات من الفرح والسعاده الحقيقيه نتيجه عن انجاز بعد مشوار صعب ومتعب وارهاق. الابطال دول حقيقه يمكن لثالث سنه على التوالي بيحققوا بطوله السوبر الافريقي، وده انجاز بالتاكيد لم ياتي من فراغ. مشوار طويل ومشوار صعب، بهني كل الحقيقه كل جماهير النادي الاهلي في البدايه، بهني مجلس اداره النادي الاهلي، بهني ابطالنا ولاعبتنا ونجومنا اللي فرحونا للعام الثالث على التوالي، والجهاز الفني بالتاكيد اللي كان ليه دور كبير جدا ومهم جدا في الوصول لمنصه التتويج. كابتن الخطيب الحقيقه كمان كان حريص على توجيه تهنئه لابطال افريقيا، ابطال السوبر الافريقي فريق الهاندبول، وهنا طبعا بعد برساله تهنئه لفريق الهاندبول بعد التتويج بالسوبر الافريقي للمره الثالثه على التوالي. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على تهنئه لاعبي الفريق الاول لكره اليد وجهازهم الفني والاداري والطبي عقب الفوز مساء الامس ببطوله كاس السوبر الافريقي للمره الثالثه على التوالي والتاهل الى بطوله العالم للانديه السوبر جلوب وتحقيق انجاز كبير على الصعيد القاري، واشاد رئيس النادي بالجهود التي بذلها اللاعبون الذين عبروا عن شخصيه الاهلي بالاصرار والعزيمه والروح العاليه والاداء المتميز الذي جعلهم يستحقوا لقب السوبر الافريقي، واسعاد جماهير النادي الاهلي صاحبه الدور الكبير في كل النجاحات والتي تساند ناديها في كل المواقف. واشار كابتن محمود الخطيب الى ان ما حققه رجال اليد يستحق التحيه، خاصه وان الفريق سوف يبدا مشواره في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بالجزائر خلال ساعات، الامر الذي يستوجب معه اغلاق صفحه السوبر والتركيز القوي لتحقيق لقب قاري جديد. هنقفل صفحة السوبر بالسرعة دي؟ هنقفل صفحة السوبر، فرحنا بطولة لقب كما جرت العادة. احنا هنا متعودين على البطولات والألقاب والإنجازات، مجرد تحقيق اللقب فترة استراحة محارب، احتفال سريع جدا عشان نفتح صفحة البطولة اللي بعدها. هو ده منهج الأهلي وهي دي مدرسة النادي الأهلي وهي دي فرحة النادي الأهلي زي ما عود جماهيره دايما أن يكون سبب في سعادتهم وسبب في افرحهم. وبمناسبه جماهير النادي الاهلي جزء كبير من حلقه النهارده بالذات في فقره الاخبار عايز اتكلم معاكم فيه قبل موقعه مازيمبي ان شاء الله، بس قبل ما نروح للتفاصيل نبدا مع فاصل ونرجع لحضراتكم. اسمحوا لي في البدايه قبل ما ادخل في موضوعاتنا النهارده اتقدم بواجب العزاء للكابتن الخلوق الحقيقه ونجم النادي الاهلي وليد سليمان في وفاه المغفور له باذن الله والده، والنهارده هيكون واجب العزاء في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع. سائلين الله طبعا عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الاسره طبعا الصبر والسلوان. طيب قبل ما ادخل في اخبارنا النهارده انا حابب اتكلم مع جماهير النادي الاهلي في نقطتين مهمين جدا، وهبدا الحقيقه من قصه موسيماني. فاكرين موسيماني؟ طبعا موسيماني بالارقام، بتحب فتره موسيماني او كنت على قناعه بانه موسيماني مدرب كبير، او كنت مش مقتنع بالمستوى اللي او بالاداء اللي بيقدمه الاهلي تحت قيادته، ده شيء، وتجربه موسيماني في حد ذاتها شيء تاني. وهنا لما اتكلم على التجربه انا بتكلم على الارقام وعلى الاحصائيات، بتكلم على واحد من انجح واكفى المديرين الفنيين اللي في ظل ظروف صعبه جدا تولى المسؤوليه. مش عايز افكركم بتاريخ وادخلكم في تفاصيل، لكن الراجل الحقيقه جه من الدار للنار، ومن يوم ما تم الاعلان عن التعاقد معاه وهو بيتعرض
لكم كبير جدا من الضغوط النفسية والإعلامية بشكل كبير جدا، وده يمكن كان واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي دفعت موسيماني انه ياخد قرار انه مش قادر يعني يكمل مشواره نظرا للضغوط دي. إحساسي الشخصي وقرايتي للمشهد انه نفس السيناريو ده بيتكرر مع مارسيل كولر. ليه بقول الكلام ده لحضراتكم؟ لانه اللي بيتابع، انا مش عايز ادخل في تفاصيل مباراه القمه لان خلاص بالنسبه لي صفحه واتقفلت، لكن الحقيقه اللي بيتابع ردود الافعال في الاعلام الرياضي واللي بيتكلم سواء باسم النادي الاهلي او غير النادي الاهلي على توابع المباراه، زي ما بنتكلم على فاكرين توابع الزلزال، هو توابع المباراه بالظبط كده، يبدو انه في الامور حاجه تحتاج الى وقفه من جماهير النادي الاهلي العظيمه الحقيقه. وانا ما عنديش شك انه الغالبيه الكاسحه او الغالبيه العظمى يعني من قبل ما اقول الكلام ده هي فاهماه وعارفاه وواخده بالها منه كويس جدا، لكن ما فيش مانع ان احنا نزيدكم من الشعر بيت. واحد، الاهلي حقق ايه الموسم ده مع مارسيل كولر؟ احنا حتى اللحظه اللي بنكلمكم فيها واحنا واصلين قبل نهائي دوري ابطال، وباذن الله ان شاء الله عندنا القدره نوصل مباراه نهائيه، وباذن الله يكون اللقب 12 في تاريخ النادي الاهلي، وعندنا بطوله دوري حسابيا ورقميا ممكن يكون الاهلي مش في افضل احواله، لكن احنا الاقرب باذن الله لتحقيق اللقب ده. وحققنا ايه قبل كده؟ حققنا بطوله كاس النخبه او كاس السوبر في شكلها الجديد، حققنا بطوله كاس مصر على حساب نادي الزمالك المصري، حققنا مركز ثالث في بطولة العالم للأندية وفزنا وقدمنا فيها واحدة من أفضل البطولات، بطولات كأس العالم أداء ونتائج، وقابلنا فيها فرقة كبيرة جدا وحققنا برونزية رابعة في التاريخ. دي إنجازات الموسم ده بس مع كولر، مش هكلمك على دوري أبطال ومش هكلمك على دوري وكأس، مش هكلمك على ست بطولات حققهم الأهلي مع مارسيل كولر. طيب، مختلف أو متفق على إنه كولر مدرب كف جدير بتولي المسؤوليه، احنا عندنا الصعب لسه جاي. مفيش تغيير من كل الكلام اللي اتحصل على السوشيال ميديا الفتره الاخيره دي او اللي اتقال في بعض البرامج للاسف اللي ممكن تبقى يعني مش مقدره حجم المسؤوليه الاعلاميه على السوشيال ميديا. انا مش عارف مين بيكلمني، ناس بتتكلم وهي قاعده في التكييف من ورا شاشه الكمبيوتر، معرفش هو حقيقي منتمي وغيران عليا ولا هو لجان الكترونيه ولا هو بتاع تصفيه حسابات ولا هو صفحه مدفوعه الاجر، انا مش عارف مين اللي بيتكلم، مش عارف نواياه ايه، وما اقدرش احاسبه على هو اللي بيقوله. لكن لما يحصل ده من ناس بتطلع على شاشات، لا لازم يبقى لينا وقفه. لما يتقال انه اداره الاهلي خدت قرارات في اعقاب الخساره امام نادي الزمالك بانه رحيل، انا مش هذكر اسماء، مش هذكر اسماء، لكن اللي اتقال واتكرر في اكتر من 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 برنامج واتنقل على صفحات سوشيال ميديا، ثمان اسماء خد الاهلي قرار برحيلهم، وده مش ممكن ابدا. وارجع بذاكرتك وراجع التاريخ وشوف امتى الاهلي كان ليه اي رد فعل نتيجه خساره مباراه او حتى نتيجه خساره بطوله. عمر ده ما كان منهج ولا سياسه النادي الاهلي التقييم في نهايه المشوار. وارد جدا جدا الاهلي يحقق بطوله افريقيا، وارد جدا جدا الاهلي يحقق بطوله الدوري، دي سيناريوهات مش مستحيله على فكره، دي يعني ان شاء الله قابله جدا للحدوث، وبالتالي التقييم هنا هيكون في نهايه الموسم، سواء بالنسبه للاعبين المستمرين، سواء بالنسبه للصفقات اللي الاهلي محتاجها، سواء بالنسبه للجهاز الفني، سواء كان عنده رغبه او في اتفاق من الطرفين برغبه في الاستمرار او في نهايه او انهاء التعاقد. كل الكلام ده مش ممكن ابدا يصدر من اداره النادي الاهلي في التوقيت اللي احنا فيه، واحنا عندنا بعد اقل من 72 ساعه مواجهه في منتهى الصعوبه. وانت مش عارف حتى في وسط الغيابات دي عبد القادر كان بعيد جدا، كان بعيد جدا بقاله فتره طويله، وناس كانت بتتكلم على انه عبد القادر هيمشي في الشتاء، لا عبد القادر هيمشي في الصيف، لا عبد القادر مش عايز اعاره، لا عبد القادر عايز استغناء نهائي، لا عبد القادر اتفق مع نادي في الخليج، لا ده عبد القادر اتفق مع عبد القادر رجع وتألق في مباراه الزمالك وقدم مستويات هائله جدا تؤهله الحقيقه انه يكون واحد من الاساسيين في الفتره المقبله، خصوصا في ظل الغيابات الكتير اللي موجوده. تمرد بيرسي تاو مسافر مع الفريق، وارد جدا تشوفه في تشكيل مباراه مازيمبي. فالقصه بس اللي عايز اقولها لحضراتكم، الدروب اللي حصل ده ما تخلوش الناس تستخدمكم فيه عشان توقعوا فرقتكم. مهم جدا جدا في اللي جاي، بالذات مباراه مازيمبي ذهابا وعوده، باذن الله ان شاء الله تكون تذكره عبور الاهلي للمباراه النهائيه. واسال نفسك دايما وانت بتقرا اي بوست وانت بتتابع اي برنامج، الناس دي بتتكلم بجد لمصلحه النادي الاهلي، غيرانه
على النادي الاهلي ولا ليها اجندات تانية. طيب نروح لاخبارنا. النهارده كان في امبارح طبعا زي ما انتم تابعتوا اللي تابع معانا الحلقه وعارف انه الاهلي امبارح كان راحه بعد الميران اللي عمله مارسيل كولر في استاد القاهره بعد نهايه مباراه الاهلي والزمالك. امبارح كان راحه سلبيه. النهارده كان في تمرين الظهر رغم ويمكن سبحان الله النهارده الاجواء في مصر صعبه جدا يعني شديده الحراره حتى يمكن لحظات قبل ما ندخل الاستوديو رغم ان يمكن الشمس الى حد ما هدت شويه لكن الجو النهارده درجات الحراره كانت عاليه جدا ودي يمكن تكون نسخه مصغره او شبيهه بالاجواء اللي هيقابلها الاهلي في مازيمبي. امبارح بلال واحمد كانوا معايا ضيوفي في السادسه قالوا لي انه من حكايات وروايات لانه مازيمبي كان بيلعب مع بيراميدز من خلال تواصلهم مع لعيبه بيراميدز يعني قال لك احنا كنا بنلعب على ارض ملعب بتطلع نار وده اللي طبعا مازيمبي هيراهن عليه في مباراه السبت ان شاء الله الساعه 3. فيمكن تكون الاهلي اتمرن في مدينه نصر برده مش بس الجو. طبعا كابتن خطيب كان حريص النهارده على الاجتماع باللاعبين اتكلم معاهم على التركيز في اللي جاي اتكلم معاهم على اهميه مباراه مازيمبي اتكلم معاهم ان هم يبعدوا تماما ويفصلوا تركيزهم عن بطوله الدوري. هنفتح الملف ده بعد كده. الاهم عندنا مباراتين في غايه الصعوبه وفي غايه الاهميه مش بس مباراه مازيمبي هناك. اتمنى طبعا الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه لانه ده يريحنا بشكل كبير جدا في مباراه العوده هنا في القاهره الجمعه مش اللي جايه دي اللي بعدها طبعا هنلعب السبت اللي جاي ده في الكونغو والجمعه اللي بعدها ان شاء الله مباراه العوده في القاهره. اجتماع كابتن خطيب كان مهم جدا تمرينه ثم توجهت البعثه برئاسه الدكتور محمد شوقي لمطار القاهره عشان طبعا تسافر وسافرت بالفعل للكونغو. بكره ان شاء الله يكون في تمرينه اساسيه وان شاء الله طبعا دي لقطات من ده دكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيترأس البعثه ودي لقطات من تواجد البعثه في مطار القاهره ميكاري يانكن مارسيل كولر كله الحقيقه يعني اعتقد مرحله مهمه جدا وحاسمه جدا في مواجهه فريق عنيد وعنده شخصيه بطل تحتاج لتكاتف الجماهير. واعتقد انه الاهلي في مباراته الاخيره مع الزمالك قدم مردود جيد جدا 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 نقدر نبني عليه ونراهن عليه ان شاء الله في مباراه السبت القادم. طيب خليني اقول لحضراتكم عندنا خبرين مهمين جدا. عندي خبر عن الاول ابدا بالخبر الطريف روماريو للي يفتكر روماريو يعني نجم من نجوم السامبا واحد من كتيبه السامبا اللي فازت بكاس العالم 94. روماريو كان هداف طبعا ونجم كبير جدا في تاريخ البرازيل. روماريو اللي بيبلغ من العمر في الوقت اللي بكلم حضراتكم فيه دلوقتي 58 عام قرر انه يعود للملاعب مره تانية. حقيقي الكلام ده؟ اه حقيقي. طبعا سنه كبير جدا والقصه يعني في الاول والاخر مش عوده حقيقيه لكن تقدر تقول كده عوده معنويه. هو بيترأس نادي في الدرجه الثانيه ابنه بالمناسبه بيلعب مهاجم في نفس النادي والنادي بيعاني من بعض الازمات الماليه فقرر روماريو انه يرجع للملاعب مره ثانيه كنوع من انواع الدعم يعني بيحاول يرجع فورمه. والله هو مش بيحاول يرجع ده فورمته احسن من لعيبه كتيره جدا بتلعب عندنا في الدوري المصري. لكن في نفس الوقت قال انه مش هيلعب طبعا كل الماتشات لكن هيكون حريص على ان هو يشارك ولو لدقائق كنوع من انواع الدعم النفسي. واحد طبعا من اهم نجوم البرازيل على مدار تاريخها اللي يمكن الاجيال الحاليه ما تكونش شافته او استمتعت بيه. كان ثنائي مهم جدا جدا مع بيبيتو طبعا النجم البرازيلي الكبير. طب خبر كمان يهمنا وانتم عارفين حضراتكم احنا يمكن اتكلمنا في النقطه دي اكتر من مره. في السنوات الاخيره انتشرت بشكل كبير جدا وغير مسبوق ملاعب الكره الخماسيه في كل انحاء الجمهوريه. في أي مكان أنت ماشي هتلاقي ملعب أو ملعبين للكرة الخماسية فيهم إضاءة فيهم نجيل صناعي ملعب يعني تدي مساحة كويسة للممارسة. وأصبح معظم الشباب في مصر بيلعبوا كرة قدم أو بيمارسوا كرة القدم في الملاعب الصغيرة دي. ملاعب حجمها أو مساحتها أشبه بملعب الهاندبول حتى الأجوال فيها حجم نفس ملعب الهاندبول مش ملعب الـ11. فبالتالي قاعدة الممارسة في الحتة دي انتشرت بشكل كبير جدا في مصر. وكان السؤال الحقيقة رغم وجود حجم ممارسة ورغم وجود مواهب بالتأكيد مهمة جدا ليه ما قدرناش نطور القصة دي على مستوى الأندية والمنتخبات. خليني أقول لحضراتكم أن منتخبنا الوطني لكرة الصالات اللي بيقدم الحقيقة مستويات رائعة جدا ومميزة جدا في بطولة أمم إفريقيا اللي بتستضيفها حاليا المغرب. المنتخب المصري نجح في الصعود للدور نصف النهائي وهيواجه فيه المنتخب الأنجولي. في دور المجموعات كسبنا ليبيا بنتيجة 4-0، كسبنا ناميبيا بنتيجة 10-3، وكسبنا موريتانيا بنتيجة 7-6 وتأهلنا لنصف النهائي. وإن شاء الله بإذن الله لو تجاوزنا
المنتخب الأنجولي. هيكون عندنا مواجهة متوقعة غالبا يعني هتكون مع المغرب صاحب الأرض والجمهور واللي بيستضيف البطولة. جولة تشامبيونز ليج النهارده نارية، تابعنا امبارح طبعا اللي مهتم بالكرة الأوروبية، فوز كاسح ومفاجئ الحقيقة، أنا أعتبر مفاجأة لبي اس جي في الكامب نو في كاتالونيا على برشلونة بنتيجة 4-1 وتأهله للدور قبل النهائي. على الناحية الثانية تأهل بروسيا دورتموند على حساب أتلتيكو مدريد بعد ما كانت النتيجة الإجمالية أو الفوز بنتيجة 4-2 على الأتلتي. النهارده مواجهة نارية، نهائي مبكر جدا 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 هيجمع بين السيتي وبين ريال مدريد. المباراة الأولى كانت في البرنابيو وانتهت بنتيجة 3-3، النهارده المباراة هتكون في انجلترا في مانشستر، واعتقد انه السيتي طبيعي يكون الأقرب للمرور، والناحية الثانية هيكون في مواجهة قوية أيضا ما بين بايرن ميونخ وما بين الأرسنال الإنجليزي. هنتكلم على الماتشين دول وبالتأكيد هنتكلم على مواجهة الأهلي ومازيمبي، المباراة المنتظرة والمتوقعة يوم السبت اللي جاي، كل ده في السادسة بعد الفاصل. هبدأ معاكم بس الحلقة بنظرة سريعة كده على منافسات الشامبيونز ليج، ماتشات امبارح وماتشات النهاردة واللي يخصنا فيها، اللي يخصنا في الشامبيونز ليج أوروبا. أقول لحضراتكم ماتش امبارح أو الجولة بتاعت امبارح ما بين بي اس جي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند كانت تهمنا في معرفة من سيشارك مع الأهلي في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية بشكلها الجديد اللي هتتلعب في أمريكا إن شاء الله بإذن الله بمشاركة 24 فريق. خسارة برشلونة امبارح للأسف طلعته بره الحسابات وكده تأهل بشكل رسمي أتلتيكو مدريد للمشاركة في بطولة كأس العالم القادمة، ومبروك للمدريديين، وللأسف الكتالونيين أو عشاق برشلونة هتستمر معاناتهم، لأن المعاناة لن تقتصر على فكرة بس الخروج من بطولة الشامبيونز ليج لكن كمان هتستمر. وهقول لكم بعد ما رحب بضيوفي اللي بيشرفوني النهارده في السادسة نادر شبانة وسعيد علي المحللين الفنيين، هنفتح موضوع الشامبيونز ليج واكمل لكم موضوع برشلونة. نادر مساء الخير، سعيد مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم عودا حميدا، بقالنا كتير قوي ما تقابلناش. مساء النور عليك يا استاذ احمد، اهلا بيك. مساء الخير يا ابو حميد، مساء الفل عليك، ودايما سعيد ان انا بطلع معاك انت وسعيد ان شاء الله في حلقة في يعني زحمه احداث يعني الكره في الوقت ده ضرب نار سواء في اوروبا او في افريقيا. البطولتين الاهم يمكن بالنسبه لنا تشامبيونز ليج اوروبا، تشامبيونز ليج خلاص اقتربت او دخلنا في مراحل الحسم، الاهلي عنده موقعه صعبه جدا مع مازيمبي، بالتاكيد هيكون ليها نصيب الاسد في حوارنا النهارده. لكن خليني ابدا معاكم من ماتشات امبارح في تشامبيونز ليج الجولتين، الجوله المفاجاه اللي كتير من الناس توقعت بعد تقدم برشلونه في باريس بنتيجه 3-2 انه خلاص شبه تاهل، لكن امبارح كانت ريمونتادا كبيره جدا لبي اس جي والفوز بنتيجه 4-1. ايه او شفت اللقاءين ازاي وايه كان السبب في تحول اداء؟ هل هو طرد اروخو ولا كان في اسباب فنيه ثانيه؟ طيب خليني اتكلم معاك في البدايه يا استاذ احمد عن معاناه برشلونه بشكل عام والحاله العامه لبرشلونه لانها شغله الناس قوي، واستكمالا لكلامك عن استمرار المعاناه بخفض الرواتب وبرشلونه رايح على فين، يمكن انا بشوف ان ازمه برشلونه الاكبر خلال الموسمين المقبلين على وجه التحديد تتمثل اكتر في توحش منافسه ريال مدريد. يعني ماذا لو انضم كيليان امبابي؟ توحش منافسه في الليجا توحش لكن يعني توحش على مستوى اوروبا، لا السيتي يعني مازال هو وحش اوروبا الاول لا فانت يعني حاليا بتخيل ريال مدريد بهذه الكوكبه طبعا من النجوم ينضم ليها كيليان امبابي مع تدهور احوال برشلونه، فانا بشوف ان الموضوع رايح شويه لسكه ذروه مرحله برشلونه مع ليونيل ميسي وحالة الضعف اللي كان عليها ريال مدريد واضطرته إلى شراء كل نجوم العالم مع مورينيو. ومع ذلك كان مورينيو بيعاني جدا جدا وبيخسر وطول الوقت يقول
ان انا مهما عملت ومهما اشتغلت هم عندهم ميسي، انا ما عنديش ميسي. فانا شايف ان ازمه برشلونه الاكبر تبدلت هتتمثل المواقف. هتتمثل في توحش ريال مدريد. للاسف ريال مدريد مش بس هيضم كيليان امبابي، لا ده في ديفيز وبيفكر في الدعيم الظهير الايمن، والوحيد اللي انا كنت اتمنى انه يجي سيتي الحقيقه الفونسو ديفيز طبعا يعني. فانت بتتكلم عن منظومه في اخر 3 سنوات بتنافس على الابطال بدون ظهير ايمن وبدون ظهير ايسر، فاذا عالج المناطق دي وضم كيليان امبابي، لا احنا رايحين لليفل مرعب جدا في الليجا بالتحديد لريال مدريد. فاعتقد ان مخرج برشلونه ان يكون في دعم وتوجه عام من الليجا نفسها انها تحافظ على التوازن ده. فيما يتعلق بمباراه الامس طبعا مش محتاجه اي كلام، برشلونه خليني اقف مع النقطه دي واستعرض مع نادر بالارقام كده. نادر ازاي يعني؟ طبعا انا عارف ان برشلونه ليه قاعده جماهيريه كبيره جدا مش بس في مصر لكن في العالم كله، لكن يبدو انه الخساره امبارح هي اول طريق للعوده، لانه مش بس خرج من بطوله اوروبا اللي كان بيعقد امال كبيره جدا عليها، لانه في حاله فوز كانت هتسهله كتير من الامور بالاضافه طبعا لعوائد ماليه. لكن لما نبص كمان لسقف الرواتب في الليجا في اسبانيا نلاقي انه الفوارق شاسعه جدا، ورغم ان في فوارق اوريدي كبيره جدا الا انه كمان هيتم تخفيض سقف الرواتب في برشلونه. يعني احنا لو جينا بصينا على برشلونه السنين اللي فاتت القليله اللي من بعد رحيل ميسي، وان كان رحيل ميسي كان احد الاسباب اللي ادت الى رحيله، هي مشكله سقف الرواتب اللي في النادي والمشاكل الماليه اللي كانت ارث جوزيب ماريا بارتوميو اللي هو رئيس النادي اللي كان قبل خوان لابورتا، والصفقات طبعا اللي احنا فاكرينها زي عثمان ديمبلي زي كوتينيو زي اللي هم كانوا اصلا علشان يعوضوا نيمار جريزمان كل الفرق ده سقف الرواتب الحالي الموسم الحالي. الفروقات كبيره جدا، بص ريال مدريد تتكلم 727 واعتقد السنه الجايه هيوصل ل 800 اكيد اكيد بعد انضمام كيليان امبابي وزي ما تفضل سعيد وقال كمان افونس ديفيز. اتلتيكو مدريد 296 طبعا سقف الرواتب ده بتحدده رابطه الليجا بناء على عده عوامل منها العوائد الماليه والايرادات والى اخره، وبالتالي بيتحدد سقف الرواتب طبقا لنواحي اقتصاديه معينه، وبالتالي عشان كده الجاب كبيره جدا او الفارق كبير جدا بين الريال يغرد منفردا تقريبا يعني. طبعا انت بتتكلم كمان برشلونه 207 فالسنه اللي جايه لما يكون 204 برشلونه 270 السنه 270 اسف والسنه اللي جايه يكون 204 سقفه هيبقى 204 هينزل 204 بعد كمان الخروج من الشامبيونز ليج وعدم المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. دي كلها كانت عوائد بيعول عليها خوان لابورتا علشان الرفعات الاقتصاديه اللي قدر ان هو في خلال سنتين او ثلاث سنين اللي فاتوا كان يعني في ميركاتو واحد قدر ان هو من خلال الميركاتو ده يعمل ثلاث رفعات اقتصاديه اللي هو كان اول سيزون كامل لتشافي هرنانديز. ده الخبر بتاع فريق برشلونه اللي هيتقلص سقف الرواتب بتاعه ل 204 مليون يورو فقط السنه الجايه. فده معناه او ترجمته ان المعاناه ستستمر. سؤال عشان اقفل صفحه برشلونه، لان القصه دي يبدو انها بتتكرر من جديد وشفناها قبل كده مع كبار ذهبوا ولم يعد منهم احد. يعني الميلان في فتره من فترات كان وحش من وحوش اوروبا، اليوفي فتره من فترات كان وحش من وحوش اوروبا، المانيو، الارسنال، كلهم كانوا فرق كبيره جدا سواء على مستوى المنافسه الاوروبيه او حتى على المنافسه على الدوري الانجليزي. كلها فرق يعني ذهبت رغم ان عندها من الامكانيات الماليه وعندها من التاريخ وعندها من الجماهيريه والشعبيه وعندها من صناديق الاستثمار او حوافز الاستثماريه ما يؤهلها للعوده بسرعه، لكنها خرجت ولم تعد. لا اعتقد برشلونه لا ينطبق عليه الامر ده، لان برشلونه عنده اهم مدرسه لانتاج المواهب في العالم. يعني برشلونه حتى مع لاماسيه لاماسيه طبعا قادر طوال الوقت تفرز لك ناس، يعني مع يعني لما بتقدم لك لاعب 16 و17 سنه هو موهبه خارقه، يعني بعد الموسم الاول ليه بتلاقي سعره 120 و140 و150 مليون كقيمه تسويقيه. فانت قدام مدرسه استثنائيه مفيش شبيه ليها في العالم، فقادره تنتج طوال الوقت بدايل وتعوض فكره الازمات الماليه وعدم قدرتك على جلب صفقات قويه. لكن انا بشوف زي ما قلت انك هتتعب في انك تجري ورا ريال مدريد، يعني هيبقى عندك القوام القوي، وربما لما مدريد بيرتفع بمعايير الليجا بيدفعك ان انت تجري بشكل اسرع شويه. انا بشوف ان برشلونه المواسم اللي جايه هيبدا يرتقي وهيبدا يعلى، واللعيبه هتكتسب خبرات وهتتطور. رهانك بس على المواهب اللي بيفرغها بالظبط وعلى المدير الفني اللي هيتم اختياره. يعني يمكن تشافي كان في عجله في الاطاحه بيه لانه انسب عقليه تدير برشلونه في الوقت ده مقارنه بالاطروحات الموجوده. يعني حتى يورجن كلوب غير قادر على العمل بالهويه اللي تميز بيها برشلونه طوال الفتره الماضيه. فاعتقد انه كان من الخطا الاستعجال برحيل تشافي. يعني حتى وان كان في عوده بس خلينا متفقين لن تكون في القريب العاجل، يعني مش برشلونه لا برشلونه
لا مش هتكون هتعود مش في القريب العاجل بالظبط. لا هيكون في تعب شويه وانت بتجري ورا ريال مدريد. لسه هفضل اقولها برشلونه الموسم الجاي هيبقى كويس، هيقدر يبقى كويس، لكن هيتعب جدا جدا انه يجري ورا كيليان امبابي، صعب جدا تجري وراه. قياسا على ده، مش قصدي حاجه والله، بس قياسا على ده الجاب مثلا لما نبص في مصر هنا في ال 20 سنه كنا بنقول دايما ديربي، كنا بنقول قمه بين الاهلي والزمالك، لكن لما تبص على الارقام والاحصائيات هتلاقي انه الاهلي في ال 20 سنه اللي فاتت دي خد خطوات عملاقه صحيح ومنفرد الحقيقه عالميا وقاريا ومحليا بدرجه صعبت بشكل كبير جدا، واقتصاديا بدرجه صعبت بشكل كبير جدا. يعني دايما النهارده الجماهير اللي بتتفرج على كوره من 20 سنه تقول لك ان المنافسه في مصر النهارده بقت على المركز الثاني، زي الدوري الالماني مثلا كده، الاهلي يغالد منفردا والمنافسه الحقيقيه بتبقى بين فرق الدوري كلها على مين هياخد المركز الثاني. دي حقيقة. يعني خلينا برضو نستشف من الكلام اللي احنا شفناه ده، معظم الأقاويل اللي بتقال خلال السنين اللي فاتت وبتطلع من ناس ذو قيمة على التلفزيون وناس من الإدارات إن النادي الأهلي هو النادي الدولة، النادي اللي بيروح له الفلوس كلها. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في ريال مدريد وبرشلونة، تمام، دول قطبي الكرة الأسبانية، إن لم يكن كان في عقد كامل من الزمن دول كان رقم واحد ورقم اثنين في العالم لفترة رونالدو وميسي. طب ليه برشلونه دلوقتي 270 وريال مدريد 727 وبرشلونه هيتقلص كمان هيبقى 204؟ طب ما نيجي نبص للاحصائيات هنلاقي ان برشلونه زي ما احنا اتكلمنا وفي بدايه الحلقه وقلنا ان عشان العوائد بتاعه برشلونه اقل، لان برشلونه لم يصل الى كاس العالم للانديه، لم في خلال اخر خمس سنين لم يتواجد في الادوار الاقصائيه لبطوله الشامبيونز ليج، سنتين من دور المجموعات بيخرج، سنه من دور ال 16 سنه من دور سنتين من دور الثمانيه، ولا حتى يوروبا ليج بيوصل حتى السيمي فاينال وخارج من اندرخت فرانكفورت في سنه من السنين. بتتكلم على ريال مدريد، ما تنساش كمان مشروع سانتياغو برنابيو، دي حاجه مع نص مليار تقريبا تكلفه بالزبط. الملعب الجديد. هل بقى ان ريال مدريد وقتها ان عشان الرعاه كلهم بيروحوا ريال مدريد علشان ريال مدريد حلو وبسكر؟ لا مش والاهلي ما كانش بيروح للرعاه عشان حلو وبسكر، الاهلي علشان الاهلي دائم التواجد في بطوله كاس العالم للانديه ويشرف مصر في بطوله كاس العالم للانديه، وهو واجهت مصر الاولى في كاس العالم للانديه، الاهلي بطل افريقيا ومتواجد في سيمي فاينال في افريقيا وخمس سنين على التوالي بتوصل سيمي فاينال واربع سنين بتخسر منهم نهائي واحد بس. صحيح. ده إن دل فيدل على إن بالأرقام والإحصائيات وبدليل ما لا يدع مجالا للشك بالأرقام اللي قدامنا دلوقتي من الصحف الأسبانية ومن من المراصد اللي هناك أو من المصادر اللي هناك، دي كلها بتؤكد إن هي بالأرقام يا جماعة مش مجرد فهلوة هنطلع نقول لأصل هم بيروحوا للأهلي علشان الأهلي هو اللي بياخد كل الرعاة. طب ما أنت اجتهد واعمل زي الأهلي هتاخد الرعاة وهتاخد كل حاجة وهتبقى جميل برضه أنت كمان. طيب أعدي سريعا على نتائج امبارح كانت متوقعة بالنسبة لكم، يعني تخطي دورتموند لعقبة أتلتيكو مدريد كان متوقع، نتيجة منطقية، ورأيكم في المواجهة بين البي اس جي وبين بروسيا دورتموند؟ انا كنت متوقع دورتموند يعدي اتلتيكو، لان اتلتيكو في الفترات اللي كده بعد ما الماتش بعد ما الماتش اتلعب ما انا هقول لك ان انا كنت متوقع برشلونة يكسب باريس. طبعا دي نتائج ماتشات امبارح 6-4 توتال المواجهة بين بي اس جي وبين اتلتيكو مدريد في الليجا في الفترات الأخيرة اللي متابع كويس جدا، اداؤه متذبذب بل ضعيف جدا، ما يخليكش مطمئن حتى مكسبه في مباراه الذهاب. معروف برضو مع سيميوني يعني افضل ما يميز اتلتيكو مدريد منظومته الدفاعيه وانه فريق صعب جدا. لا المعروف غير الواقع، الواقع الحالي اللي احنا بنعيشه ان احنا قدام اتلتيكو اضعف من المواسم السابقه. لو اتفرجت على مباراه الذهاب 2-1 ثلاث كرات في العارضه لدورتموند في ملعب اتلتيكو، ده كان مؤشر على ان دورتموند قادر يوصل بسهوله الى مرمى اتلتيكو وقادر على التسجيل مره واثنين، وده فعلا اللي حصل في الاياب. فانا فعلا كنت متوقع ان دورتموند قادر يعمل عوده قويه في ملعبه وده اللي حصل. لكن فيما يتعلق ببرشلونه حصلت المفاجاه بسبب طرد اراخو، يعني 90 دقيقه في باريس كنا مختلفين عن النقطه دي قبل الهوا. لا طبعا بلا شك ان انت بتتكلم عن 90 دقيقه في باريس و30 دقيقه في كامب في ملعب برشلونه، تفوق كامل لبرشلونه وتقدم في النتيجه بفارق هدفين، يعني هدف اصبح فارق هدفين ذهاب اياب. أيوة. فانت مرتاح جدا وبتلعب احسن وعندك القدره على التحكم في الريتم وكان بره، لكن الطرد قلب. وخد بالك في واحد يقول لك اصل الطرد ما يعملش كده في فرقه كبيره، لكنه يعمل كده في فرقه مريضه. يعني برشلونه فريق بيمر بحاله تعافي من مشاكل ومن ازمات ويا دوبك بيتنفس. فلما يجي ياخد خبطه قويه في ظروف زي دي مع لاعبين شبان، مع لاعبين لسه صغيرين، مع حاله فيها اهتزاز معنويات وعدم ثبات، بالتاكيد ده اثر على الفريق بشكل كامل. واعتقد ان كان في اخطاء فرديه ساذجه جدا 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 كلفت الفريق. يعني كانسيلو واحد من الناس اللي دايما بيرتكب حماقات في اوقات صعبه جدا، ويمكن ده كان سبب تخلي السيتي عنه في مرحله من المراحل. يعني المباراه الشهيره
بتاعه رودريجو والفم حاجه التعليق الشهير كان سبب رئيسي في استقبال هدفين للسيتي هو كانسيلو. ومن اللحظه دي بالتحديد جوارديولا قرر انه يتخلى عن الظهير اللي ما بيدافعش كويس. يعني دي كانت نقطه تحول في مسيره جوارديولا. اصبح الظهيرين عنده مدافعين اكانجي واكي وسومو جوفارديول. ليه التحول ده حصل عنده؟ لان في النهايه اكتشف ان انا بصنع 1000 فرصه في المباراه ثم في دقيقه استقبل هدفين. هنا اصبح كانسيلو بلا قيمه. مفيش فريق هيفوز بدوري ابطال اوروبا ظهيره لا يفهم قواعد الدفاع اولا. هنا كانسيلو بيرتكب اخطاء ساذجه جدا جدا ما يقعش فيها لاعب. شتيجن تير شتيجن للمره الالف بيستقبل الهدف بسبب التراي من وضع الثبات. للمره الالف مش للمره الثانيه ولا الثالثه. بس ده ما يقللش من واحد من افضل حراس المرمى. لا يقلل ان انت عملاق لبرشلونه، انت حارس لبرشلونه وعايز تنافس على دوري ابطال اوروبا، ما ينفعش تستقبل هدف بتعمل يعني لا. لو بتختار افضل ثلاث صدقني لو قعدت مع مصطفى الشوبير وجمعت له 10 اهداف قول له ايه رايك في شتيجن يقول لك لا ما بيراجعش نفسه. اصل هو الموضوع مش انت تير شتيجن فيعدي ليك الحاجات دي، حاجات سهله جدا. انا مستعد بعد الحلقه اجمع لك 50 هدف. انت مدريدي يا سعيد ولا ايه؟ لا 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 مش مدريدي، انا برشلوني. انا برشلوني بس اجمع لك 50 هدف تير شتيجن بيعمل التراي من وضع الثبات، تسديدات من بره ال 18 بكتير بتدخل فيه. لا ده ما ينفعش تدخل في حارس عملاق. طيب توقعاتك يا نادر لمواجهه السيمي فاينل بقى بي اس جي دورتموند بروسيا دورتموند؟ انا اعتقد ان الماتش هيكون صعب جدا على بي اس جي، لان لو جينا رجعنا للدور المجموعات هم كانوا مع بعض في دور المجموعات، مع بعض ودورتموند تصدر المجموعه، كان معاهم ميلان ونيوكاسل. دورتموند اللي كان الناس شايفه ان الحاله الاضعف دي حقيقة كان اقوى مجموعه في البطوله. كانوا شايفين الحاله الاضعف نوعا ما بروسيا دورتموند. دورتموند تاهل اول قبل الجوله الاخيره يعني في الجوله الخامسه قبل جولتين، فالمباراه هتكون صعبه. هم كسبوا بالعافيه في المباراه الاخيره، وطبعا الانقاذ الشهير بتاع ماتياس سولي اللي هو نيكولاس سولي اللي هو مدافع دورتموند قدام كيليان امبابي. بيقدر دورتموند يتعامل في المباريات اللي زي دي. لو نفتكر دورتموند مع يورجن كلوب في سيمي فاينال 2013 لما كسب ريال مدريد 4 على ملعب سجن ايدونا بارك، دورتموند بيقدر يتعامل في المباريات اللي زي دي على ملعبه تحديدا. انا كنت اتفق مع سعيد في موضوع ان دورتموند كان يستحق التاهل على اتلتيكو مدريد لمشاكل مش هعيدها تاني من اللي سعيد قالها، ولكن فعلا دييجو سيميوني من المتعارف عليه ان هو مدرب دفاعي جيد، ولكن الواقع غير. لان لما نيجي نبص على تشكيل اتلتيكو مدريد على مدار السيزون من بدايته لحد دلوقتي، انت مش هو بيلعب ب 3-5-2 او ب 3-4-2-1. القصه كلها ان لحد الان 1-2 اسف الهجوم، لحد الان انت مش عارف مين الثلاثي الدفاعي الثابت. انت عندك سافيتش، خيمينيز، هيرموسو، فيتسل نفسه بيرجع يلعب مساك او بيلعب ساعات في نص الملعب في كاليبرو. دييجو سيميوني عنده مشاكل السنه دي، مفيش اختلاف على كده. فرق مع دييجو سيميوني طبعا الفوز على ريال مدريد في ذهاب بطوله الدوري، فرق معاه التاهل على حساب انتر اللي يعتبر بالنسبه لي انا واحد مشجع ليوفنتوس ان انا اقول ده على انتر ده وضع صعب، لكن انتر حاليا من اقوى ثلاث فرق في اوروبا بشكل عام. منظومه مرعبه مع سيموني انزاجي، قدروا يتاهل بضربات جزاء وتفاصيل صغيره جدا. انزاجي مرشح للمانيو بالمناسبه، يعني على ذكر اسم انزاجي مرشح فعلا الترشيحات ولا معظمها رومرز بتطلع من الصحف وبتاع، لكن القصه كلها ان تنهج اصلا لحد الان. يعني ده عايز حلقه كامله نتكلم عنه هو مانشستر يونايتد. لكن توقعي لمباراه السيمي فاينال اللي اتحددت رسمي دورتموند باريس سان جيرمان، اتوقع ان دورتموند يلعب فاينال السنه دي. دورتموند يوصل فاينال، مش عارف ليه حاسسها في النهايه هتوصل ان دورتموند يلعب فاينال ويلعب بايرن، وبايرن يحقق تشامبيونز ليج لانه كده بيكسب دورتموند ويبقى انقذ الموسم بتاعه في مباراه ودي تبقى معجزه. معجزه السيناريو الذي لم يتوقعه. لا هي معجزه ايه؟ هي معجزه لان اثنين من المانيا بيلعبوا نهائي الابطال وهم مش بطل الدوري، يعني في بطل ثالث. فيعني دي هتبقى ليها انعكاس قوي جدا جدا على الكره الالمانيه، لكن اعتقد انها مش هتحصل. بمناسبه الكره، في المانيا وبمناسبه مفاجاه باير ليفركوزن مع تشابي الونسو اللي مش متابع بوندسليجا، يعني لو جينا نقيم البوندسليجا هو بالتاكيد هو واحد طبعا من الدوريات الخمسه الكبيره في اوروبا، لكن ما تقدرش تحطه قبل الدوري الانجليزي، قبل الدوري الاسباني، واشوف كمان انه الدوري الايطالي اعلى من الدوري الالماني. ورغم كده تعالوا نشوف كده مجموعه ارقام بمناسبه وصول بروسيا دورتموند للدور قبل النهائي، ووصول او احتماليه وصول النهارده كمان بايرن ميونخ للدور قبل النهائي على حساب الارسنال لو نجح طبعا في تجاوز كتيبه ارتيتا. دي ارقام البوندسليجا اللي احنا ممكن نتفق مبدئيا انها رابع اقوى بطوله على مستوى الدوريات الاوروبيه. بنتكلم على حجم ايرادات داخل في حوالي 5 مليار يورو، بنتكلم على او 4.5 يعني تقريبا 5 مليار يورو على دوري مش هو الاقوى على مستوى اوروبا،
بيسيطر عليه، يمكن 11 موسم بايرن ميونخ هو بياخد الدوري السنه دي لحد ما اخدها بيكسر القاعده باير ليفركوز. خليني اقول لحضراتكم انه الدوري ده البطوله دي عشان اتكلم في نواحي ما لهاش علاقه بالكره شويه، لكن نواحي ثانيه مرتبطه بالعوائد الماليه، مرتبطه بالنواحي الاقتصاديه. 55,000 فرصه عمل مباشره وغير مباشره مرتبطه بنشاط بطوله البونز ليجا، مش بكلمكم حضراتكم على بقيه البطولات. ومش اللي بيشيلوا اعلام قدام الملعب. لا انا بكلمك على لا وظائف مباشره وغير مباشره، وبنتكلم على حجم الضرائب والعوائد الماليه اللي بتدفعها الانديه الالمانيه مجتمعه واصل ل 1.65 بليون يورو. احنا متخيلين حجم الارقام؟ احنا بنتكلم على اقتصاد موازي في واحده من هو بيقولوا عليها قاطره الاقتصاد في اوروبا، يعني دوله هي نمره واحد او اقتصادها هو نمره واحد وهو اللي بينقذ دايما اوروبا من مطباتها الصناعيه. صحيح. فدي دي حاجات ارقام محتاجه يمكن كده ترنج بال، يعني زي ما بيقولوا تسمع مع حد يفكر يقول لك والله طب واحنا فين من الكلام ده. لكن الحقيقه الالمان يحسب ليهم. انا كنت لسه جايب برضو يعني ارقام مرتبطه بالعوائد الاقتصاديه للدوري الاسباني. برضو الدوري الاسباني بتتكلم ان النهارده المتوسط في دوريات اوروبا 5 مليار يورو. مشروع اقتصاد او 5.5 مليار يورو. فانت بتتكلم على مشروع اقتصادي ليه عوائد وليه فرص عمل وليه قيمه فنيه وتسويقيه وليها مردود على الرياضه نفسها. النهارده بتتكلم على بروسيا دورتموند على بايرن ميونخ، الاثنين صحيح ما فازوش بالدوري الالماني لكن متواجدين ضمن الثمانيه الكبار. الكلام ده كله الحقيقه مرتبط بالفكر والمنظومه اللي بتدير الملف بشكل كبير جدا. صحيح. في حاجه يا احمد مهمه في القصه دي، يعني عشان اسف اني اقطعك، ان لو نفتكر وقت كورونا، ساعه لما كورونا حصلت وقفت العالم كله في الكوره، اول ناس خدوا قرار عوده الكوره كانت المانيا. واول ناس خدوا قرار ان هم ما بيلعبوش كانوا فرنسا. النهائي بالمناسبه وقتها كان ما بين باريس سان جيرمان وبايرن اللي كانت تلعب في البرتغال اللي هي البطوله المجمعه. فالمانيا مدركه تماما قيمه كره القدم، والارقام دي بتدل على ان القرار اللي اتاخد في 2020 انقاذ الكوره في العالم كانت بسببهم. يعني مش محتاجه تفكر في كره القدم كرافد اقتصادي. دي ناس عندها صناعه وعندها تجاره وعندها اتصالات وعندها يعني خد بالك، هو فكر اداره بشكل عام. يعني انت حتى لما تدخل مناهج فيفا وتدرس اداره رياضيه بتلاقي دايما اساتذه الاداره المان. يعني دايما المشرفين على كل المشاريع هتلاقيهم المان، فهم سابقين قوي في الفكر الاداري. لكن انت لو دورت على نقطه الاساس في الموضوع، ليه الدوري الاسباني والدوري الالماني والدوري الايطالي والبرتغالي بعد شويه هتلاقي، خد بالك الدوري الالماني لسه ما تفتحش فيه باب الاستثمار. يعني انت بتتكلم على 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 انجلترا، استثمار داخل. صحيح. على فرنسا الاستثمار داخل، على ايطاليا. هتلاقي العامل المشترك ايه؟ طيب في كل ده هتلاقي العامل المشترك ان ال 20 نادي جماهيري. ودايما الجماهير هي مصدر الاستثمار الحقيقي، وهي الدافع لان الرعاه يجروا عليك وان الناس تضخ اموالها. حتى الناس اللي راحت استثمرت وعملت تجارب استثماريه زي ما حضرتك بتتكلم يا استاذ احمد في انجلترا وفي دول تانية، راحوا لانديه جماهيريه، راحوا لقطاعات من الناس تقدر بالملايين. يعني مجموعه السيتي جروب اللي هي بتشتغل حوالين كل العالم في 11 نادي تقريبا، عندهم نادي من الانديه في الصين كان درجه تانية، لكن عدد مشجعيه يتخطى 10 مليون. يعني الاقليم نفسه فوق ال 10 مليون. لما تيجي تتفرج على ارقام طيران الامارات بعد ما النادي ده صعد وحصل على الدوري الصيني وقبلها اكتر من 100 ضعف. فهو في ناس هنا بتفكر كويس جدا وعارفه ان نقطه القوه بترتكز على الجمهور. لو دورت في الدوريات دي كلها مش هتلاقي شركه بترول، مش هتلاقي شركه مقاولات، مش هتلاقي بنك اهلي او مش اهلي او زمالك، مش هتلاقي ده. هتلاقي انديه جماهيريه. على الانديه الجماهيريه. صحيح. نقطه في غايه الاهميه، واعتقد دي النقطه الحجر الاساسي لو فكرنا ان احنا نغير من شكل ومستوى وقوه البطوله بتاعتنا. طيب اروح على ماتشات النهارده، عشان طبعا عايز اتكلم معاكم اساسا على الاهلي والمازيمبي، بس سريعا كده نعدي على ماتشات النهارده وابدا بباير ميونخ وارسنال. نتيجه التعادل في لندن 2-2، مباراه العوده في ميونخ النهارده توقعاتكم ليها ايه؟ مين اقرب للتاهل؟ اعتقد ان مباراه على اليانز ارينا ده هيبقى الوضع صعب جدا على ارسنال، خصوصا ان معظم اللعيبه اللي موجودين في ارسنال. شوف انا في جوايا حته متعاطفه مع ارسنال. كلنا، انا واحد من الناس مش بشجع يعني حد في يعني صعبانين عليا جدا. يعني السنه اللي فاتت، شوف رغم ان انا بشجع السيتي، لكن لما خسروا البطوله في حته مني صعبان عليا، والسنه دي برضو بيكرر نفس السيناريو. انا متفق معاك في ان ميكيل ارتيتا قدر ان هو يكسب فعلا تعاطف الناس كلها. انا بشجع يوفنتوس. انا في 2017 كان معظم الناس بتتعاطف معانا ان احنا كمشجعين ليوفنتوس عشان جيان لويجي بوفون ان هو حقق بطوله الشامبيونز ليج،
وبالمناسبه ان بايرن على ملعبه صعب لسبب ان معظم الفرق الكبيره محدش كسر هيمنه بايرن على ملعبه قبل ريال مدريد. مباراه الاربعه الشهيره بتاعت رونالدو هدفين رونالدو هدفين تمام صح برشلونه واخد اربعه هناك واخد ثمانيه واخد ثمانيه اصلا في البرتغال لكن على ملعب اليانز الوضع صعب جدا بالنسبه لفريق ارسنال ولكن ان العناصر بمجرد ما الحكم بيصفر التفاصيل الصغيره اللي بتحكم زي ما قلنا من شويه ان رونالدو اروخو حول وجهه برشلونه من ان هو يلعب سيمي فاينل الى ان هو دلوقتي مشاكله بتزداد تفاصيل صغيره جدا في الشامبيونز ليج هي اللي بتحكم تغير المسار تماما خصوصا ان عندك بايرن هيلعب من غير افونسو ديفيز ودي بوكايو ساكا هيكون عنده قدره كبيره جدا طبعا رافائيل جريرو لعيب كبير ويقدر يلعب مكان بس مش الفونسو ديفيز سرعه بوكايو ساكا بتحتاج لاعب عنده سرعات يقدر ان هو يلعب مفيش باك شمال اسرع من الفونسو ديفيز في العالم بتاعي نهائي فهيبقى صعب الموضوع بالنسبه للفريق ولا مفيش اسرع منه فعلا دي يعني على فكره محمد هاني انا فاكر لما لعبنا بايرن ميونخ في كاس لعب العالم ماتش عالي جدا كان بيلعب معاه عليه اثنين من اسرع لعيبه كومان وهو وكومان وديفيز وبدل كمان ساعتها هانز فليك لعب عليه بجنابري شويه وكومان شويه يعني ماتش للتاريخ محمد توقعاتك انه بايرن اقرب اعتقد بايرن اقرب وان كان ارسنال انا متعاطف معاه زيك الحقيقه متفق سعيد بص يعني ممكن اختلف شويه يعني هي مباراه ما اقدرش اقول انها محسومه لان ارتيتا دايما بيعمل ماتشات حلوه قوي 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 قدام الفرق الكبيره يعني ارتيتا ما عندوش القدره على انه يصل لاخر نقطه في الدوري لكن عنده القدره انه يرهق السيتي اكتر من اي حد تاني عنده القدره انه يرهق ريال مدريد اكتر من اي حد تاني يعني انا كنت وانا قاعد بتصور مين المنافس اللي هيرهق ريال مدريد في القرعه كنت اقول ارسنال لو راح له هيتعبوا قوي لان ارتيتا بيذاكر كويس جدا جدا وعنده القدره انه يعمل ده فانا اقدر اقسم المباراه لشقين الشق الخططي انا بشوف ارتيتا هيتفوق فيه يعني هيقدر يقف كويس جدا هيقدر يصعب الموضوع على بايرن جدا جدا هيقدر يخلق فرص ويروح ويهدد مرماهم وهتكون مباراه متعبه ومرهقه تبقى قاعد قدامها نتيجتها غير متوقعه من 50-50 يعني ولا في كفه لا 50-50 الجانب الثاني اللي بيخليني ارجح كفه بايرن بقى الافراد يعني جوده العناصر الفرديه عند البايرن اعلى فبالتالي اذا المباراه اجلت للاخر الافراد عند بايرن قادرين يحسموا الموضوع لان احنا بنتكلم عن عناصر اعلى بكتير كمان برضه فكره البايرن يخسر بطوله الدوري دي تخلق عند الدوافع ده طبعا. اللي اقصده ده اللي انا بتكلم فيه الدوافع وبلاس كمان ان ارسنال بينافس على كذا جبهه انت الجبهه اصلا انت خسران من 3 ايام من استون فيلا صحيح فده ادى لان ارسنال نفسه في مشاكل عند الفريق ان خد بالك انديه انجلترا كلها نادر انا اسف بتدفع ضريبه ده يعني ضريبه انجلترا انها بتلعب عدد مباريات اكبر في الموسم زائد التنافسيه الشديده مش بس في القمه لا على كل المراكز الاربعه في الدوري الانجليزي تقدر تقول ان الاربعه ابطال خناقه الاثنين يوروبا ليج خناقه الاثنين مؤتمر اوروبي خناقه فكل ماتشات الموسم خناقات زائد ان عندهم بطوله زياده كاس الرابطه فالانديه الانجليزيه سواء السيتي يعني اقول لك على حاجه وجرى تصريح مهم قوي زي حاله الاهلي كده لما يكون موجود في مصر يعني انت لعيبه الاهلي هي تقريبا اللي كل ماتشاتها خناقات وحروب طول السيزون صحيح بتلعب بره بتلعب جوه في حاله الضغط العصبي وحاله الاجهاد بتبقى بشكل كبير جدا اكتر حد بيتاثر بيها الاهلي صحيح ووكر قال تصريح مهم قوي في النقطه دي لخصه مش هيلعب الماتش ده لا هو جاهز هو جاهز هيلعب ولا لا دي بتاعت يعني اخر تشكيل قريته قبل الهوا على طول انه اكانجي ولا يبدا ما هو جوارديولا قال انه جاهز لكن هيلعب اساسي ولا لا يا ريت يلعب لانه اقول لك لو جاهز هيلعب بص هقول لك هو امتى بيفكر ان اكانجي يلعب ولا ووكر لما بيفكر هو انا هكمل بالباك رايت اللي قدام قوي ههاجم بيه شويه حد عايز حد عنده كره شويه ولا عايز حد اخليه طب انا عايز اسالكم قبل ما اتكلم على المباراه الاهم ناس كتير جدا شايفه انه الفريق اللي هيفوز النهارده هو المرشح الاول طبعا للفوز بالتشامبيونز ليج مين فريق في العالم يملك الجراه انه بيلعب قدام ريال مدريد كتيبه كارلو انشيلوتي فينيسيوس جونيور جود بيلينغهام رودريجو فالفيردي كامافينجا توني كروز يعني الاسماء المدججه بالنجوم دي بتلعب معاه في سانتياغو برنابيو وبتضغط عليه وتحطه في الصندوق وتحصره وتسجل فيه 3 اهداف وهو يقدر يتعادل معاك في نهايه المباراه هل في فريق تاني في العالم يقدر يعمل ده مع ريال مدريد في معقله في عقر داره شوف ما فيش حد يقدر يعملها بالدرجه دي يعني لانه جوارديولا وصل يعني لسقف الموضوع لكن في نفس مدرسة جوارديولا قادرة تحقق ده طول الوقت يعني التفوق المدربين الإسبان في السنوات الأخيرة سواء جوارديولا وأرتيتا جاي وراه ولويس إنريكي أيضا مع باريس سان جيرمان قادر يعمل ده هو بيعكس لك الجانب اللي أنا بتكلم عليه من شوية إنهم كمنظومة خططية هم مدربين قادرين يتفوقوا على خصومهم لكن عشان جوارديولا اجتمعت عنده الجانب الخططي مع جودة الأفراد
فقدر يرهق ريال مدريد اكتر من اي حد تاني. فبالتالي نتيجه 3-3 تقرب السيتي من التذكره ولا كل شيء وارد؟ لا طبعا كل شيء وارد. مباراه الاتحاد هيكون فيها كل حاجه، خصوصا ان طبعا بعد الغاء قاعده الهدف خارج البيورتي فرقت جدا مع فريق مع اي فريق كبير بيلعب البطولات اللي زي كده. شفنا ده امبارح في مباراه باريس سان جيرمان قدام برشلونه، فرقه كانت فرق 2 لبرشلونه قدروا ان هم يرجعوا يكسبوا 4-1. مباراه زي مباراه انشيلوتي وجوارديولا يستمتع بيها اي مشجع مش للفرقتين، لان اي مشجع للفرقتين هيبقى مضغوط شويه اعصابه وبيشجع ومش مركز قوي. لكن انا واحد من الناس مش بشجع ريال مدريد، ممكن اميل شويه لريال مدريد لكن مش بشجع ريال مدريد وسيتي، ولكني في مباراه زي دي انا اقعد استمتع اقصى قدر من الاستمتاع لسبب واحد، ان المباراه اللي فاتت نفس الكلام اللي قاله سعيد، انك تلعب في سانتياغو برنابيو وبالدرجه دي انك انت تقدر تضغط فريق ريال مدريد جوه منطقه جزائه العدد ده من الدقائق في وقت ان ريال مدريد وقت ما انت بتسجل عليه هدف في اول 5 دقائق وقدام كتيبه مانشستر سيتي ما يقعش ويسجل هدفين في دقيقتين، ده بياكد ان احنا بنتكلم جود لك عالي بصراحه. طبعا الجون بتاع تحديدا بتاع كامافينجا اللي خبطت ودخلت، روبن دياز ما كانش في يومه بشكل عام في المباراه دي، ومش في يومه بقاله فتره. اورتيجا طبعا ايدرسن كان ممكن يعمل فرق اكيد، لكن مباراه سيتي وريال مدريد جون فالفيردي بس هو جون فالفيردي بثلاثه جون فالفيردي وجون فودن طبعا جون فودن واحد من افضل اللعيبه اللي في العالم حاليا. لكن مباراه زي دي وخصوصا مع عوده كيفن دي بروين الوضع بيختلف تماما يا جماعه. كيفن دي بروين مرشح نبدا اساسي النهارده بحسبه كبيره، هو كده كده جاهز لان لعب المباراه الاخيره اللي كانت امام لوتون تاون وقدر ان هو يسجل فيها. وجود كيفن دي بروين في مباراه زي اللي كانت بتلعب على سانتياغو برنابيو تفرق، لسبب كمان ان السنه دي سيتي بيعاني شويه في الحته دي لعدم وجود إيليكاي جوندوجان اللي كان احد الاسباب اللي كانت بترجح كفه السيتي هجوميا. صحيح. وكان افضل لاعب في مباراه العوده اللي خسرها فريق ريال مدريد 4 في ملعب الاتحاد. إيليكاي جوندوجان مع كيفن دي بروين كانوا مرعبين السنه دي، هو بيقدر يوجد ده ما قدرش يعمله طبعا مع ماتيو نونيز او حتى ماتيو كوفاسيتش، بيقدر يخلقه من خلال برناردو او فودن، ولكن الوضع مختلف تماما في وجود كيفن دي بروين. الحل في الحته دي ايه؟ فيتينيا. فيتينيا طبعا عالمي، فيتينيا عمل ماتش امبارح وماتش الذهاب كمان والماتش ماتش الذهاب صراحه يعني هو بيثبت نفسه للناس. انا ناس كتير جدا تقول لك مثلا امبابي هو اهم لاعب في مع احترامي طبعا لكيليان امبابي طبعا موهبته مفيش عليها خلاف، لكن بشوف فيتينيا الحقيقه في نص ملعب لا دي حقيقة. قصه حكايه وروايه. طيب الحديث عن الاهلي ومازيمبي، والحقيقه يمكن ماتشات النهارده يكون فيها عارف مذاكره ليله الامتحان، اعتقد ممكن يبقى فيها كتير من الدروس المستفاده زي ما اعتقد انه امبارح كان فيه كتير من الدروس المستفاده. تعالوا نقرا مع بعض مواجهه الذهاب بالاهلي ومازيمبي، لكن اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع سعيد ومع ندى. طب بدء انا مش عارف ليه قصه ان احنا نلعب الظهر دي، لان القصه دي اتلغت المفروض من زمان، واعتقد انه الاتحاد الافريقي كان حط معايير معينه للملاعب اللي هتستضيف ماتشات دوري الابطال، وفاكر انه في مناسبات كتير جدا في دور المجموعات تحديدا كان في فرق ما بتلعبش على ارضها وبتختار ملاعب بديله عشان ملاعبها غير مطابقه للمواصفات. مش عارف استثنوا منها ليه حته الاضاءه، وخصوصا ان احنا عارفين ان احنا في اجواء حاره جدا والماتشات اوقات الظهيره بتبقى الدنيا صعبه جدا. لكن في جميع الاحوال لو بتسالني رايي فانا هقول لك انه اذا كان فاضل على التتويج بالبطوله او مشوار التتويج بالبطوله 4 مباريات، فانا بشوف ان مباراه مازيمبي يوم السبت هي اصعب بصرف النظر عن ان شاء الله لو تاهلنا هنقابل مين، لكن اعتقد انه الاجواء ملعب الماتش التوقيت بتاعه هيساعدنا كتير جدا انه يسهل من المأمورية، وخصوصا انه لو الاهلي في حال تاهله للمباراه النهائيه هيلعب مباراه العوده على ارضه هنا في القاهره. فتجاوز عقبه مباراه يوم السبت تحتاج كل التركيز وكل الدعم وكل المسانده وكل الاجاده من لعبتنا ومن مارسيل كولر اللي هبدا بنادر معاه. في فتره من فترات التوهج مع النادي الاهلي كولر الحقيقه كان في بعض المباريات بيلجا لتركايه، بيلجا لمفاجاه بتفاجئ جماهير النادي الاهلي قبل ما تفاجئ المنافس، وكانت الحقيقه التركايه دي بيبقى ليها مفعول سحري. في الفتره الاخيره التركايه دي خذلتنا في بعض الماتشات. هل المباراه دي من وجهه نظرك كولر يتعامل معاها باللعب على المضمون، ولا هي مباراه سيناريو يحتاج الى مفاجاه مازيمبي في ملعبه؟ انا الحقيقه شايف انه في مباراه زي دي مش محتاج ريسك لسبب واحد بس، لان اصلا العناصر اللي موجوده عندك حاليا لا تحتمل انك انت ترسك في مباراه زي دي. اوكي احنا حاليا بنتكلم على جاهزيه مروان عطيه، ممكن يبقى ريسك دفاعي يعني طبعا ما انا بقول لك يعني على اساس كده ممكن يلجا مثلا ل 3 4 2 1، هل دي ممكن تبقى تركايه او يبقى ريسك في ملعب
ما اعتقدش دي لسبب واحد بس ان مارسيل كولر من وقت انا بقول على سبيل المثال انا تمام انا فاهمك تماما بس انا اقصد ان التريكه اللي ممكن تحصل هنا هي انك مثلا لو هنتكلم على عناصر انه يشد رامي ربيعة شويه في نص الملعب ويلعب بهاني جنب عبد المنعم ويلعب يمين اكرم او اكرم في نص الملعب يبدا ويلعب لكن وجود لاعب رقم 6 بشكله الطبيعي واللعيب المحوري اللعيب الديناميكي رقم 6 في نص الملعب دي مهمه جدا لمباراه زي دي. ولو نفتكر مباراه سان داونز في بريتوريا اللي كانت مع بيتس موسيماني وكان بيدرب كان هو بيدربهم وكان رينيه فايلر راح لعب ساعتها بمحمود متولي في نص الملعب عمل مباراه عظيمه وقتها محمود متولي وفي الشوط الثاني لعب احمد فتحي في نص الملعب ومحمود متولي كان ساعتها اتصاب وخرج. هيفرق معاك جدا في مباراه زي دي انك انت تبدا تعدي طبعا اول تلت ساعه والصخب الجماهيري بتاع ملعب لومباتش المقرف اللي كل الناس بتقرف منه وما بتحبش تلعب عليه بسبب مش علشان الصخب الجماهيري ولكن علشان ارضيه الملعب وعلشان الاتموسفير اللي مش طبيعي بيحصل فيه والشغل طبعا اللي بيتقال بتاع السحر والكلام ده احنا يعني انا مش هنساق لده بقدر ما انا هتكلم في في في, في مارسيل كولر نفسه ازاي يقدر يتعامل مع ده. مارسيل كولر بدايته مع الاهلي كانت مباراه الاتحاد المنستيري في تونس وقدر ان هو يتغلب على الاتحاد المنستيري. الاهلي لعب ماتشات كتير او الجيل ده تحديدا مش الاهلي على مدار تاريخه الجيل ده لعب ماتشات كتير جدا في نفس الاجواء دي ملاعب صعبه ارضيه صعبه صخب جماهيري بالظبط حاره بالتالي بتهيألي برده يعني حته الحاجز النفسي من اجواء المباراه دي الجيل ده عنده قدره انه يتعامل معاها بشكل كبير. انا متفق في ده انا ما عنديش يعني عندي ثقه كامله في السكواد اللي موجود في اي ودايما يعني دايما الاهلي وهو رايح اي مكان الناس بتبقى عامله له مليون حساب طبعا حتى لو جايه تلعب قصاده على ارضها. ده اللي قاله النهارده كاتومبي اللي هو رئيس النادي مازيمبي الرئيس التاريخي اللي هو صانع النهضه في فريق مازيمبي وتصريحاته النهارده كان بيتكلم للاعلام الكونغولي وقال الكلام ده ان فريق الاهلي يتعمل له الف حساب في حاجه زي دي. انا اسف بس خليني اقول يا نادر انه تم طرح تذاكر المباراه النهارده التذاكر تبدا من 200 فرنك كونغولي توصل ل 8000 اعتقد 25 8000 اخر هي لا 100000 حاجه 100000 البوكس ب 200000 اعتقد او 200 دولار 200 البوكس ب 200 دولار 200 دولار البوكس دي اللي هي غرفه زجاجيه كده في الملعب اما التذاكر تبدا من 8000 فرانك كونغولي ل 100000 فرانك كونغولي عشان الارقام ما تخدكمش الجنيه المصري يساوي 57 فرانك كونغولي فالارقام يعني مش بس هو في النهايه مواطن كونغولي بس هو في النهايه مواطن كونغولي يعني عندهم اغنياء برضه لا ما انت خد بالك مثلا في دول بتروح بتعامل فيها بالملايين يعني تديله ال 10 دولار مثلا او ال 100 دولار تلاقي نفسك واخد 50 مليون مثلا يعني دي حقيقه طيب نرجع لماتش تاني انت شايف ان المباراه لا تحتمل مفاجات اعتقد انه مش هيبقى عنده القدره لده لسبب زي ما اقول لك احنا لسه مش عارفين حاله مروان عطيه جاهز ولا لا ان هو يلعب المباراه لسه مش عارفين نص الملعب شكل لان اللي هيفرق معاك هو منظومه وسط الملعب بالنسبه للفريق انت شايف انه الخط الاهم في المباراه دي هو خط النص طبعا قطعا ما عنديش اي اختلاف على حاجه زي كده في المباريات اللي زي مباراه مازيمبي لازم وسط الملعب يكون مهم لان قوه فريق مازيمبي في وسط ملعبه ده بالنسبه لي شايف ان اللي هيسيطر على وسط الملعب قدر انه يخرج لبره الامان مازيمبي غايب بقاله فتره عن الساحه الافريقيه سعيد صحيح نادي بطل صحيح واخد 5 دوري ابطال لكنه من فتره طويله تقدر تقول انه بعيد ايه المختلف في نسخه مازيمبي اللي هيقابلها الاهلي يوم السبت اللي جاي لا مازيمبي فريق اضعف من النسخ اللي احنا اعتدنا عليها يعني هو فريق اقدر اصنفه كفريق متوسط مش فريق عالي او فريق جيد او فريق يخوفك في الوضع الاعتيادي والطبيعي لو الاهلي كامل العدد اقول ان انا رايح اكسب ذهاب اياب لكن هو اللي يزيد صعوبه الماتش ويخليها يخلي ماتش الذهاب صعب شويه الغيابات زائد المطبات اللي حصلت في الفتره الاخيره لكن انا بشكل شخصي متفائل جدا لان انا بعتبر المجموعه لعيبه الاهلي حصل لها عمليه افاقه وانعاش بسبب الصدمه اللي حصلت بعد خساره القمه يعني احيانا انت بتبقى محتاج صدمه عشان تعيد تنشيط ذهنك من تاني الاهلي كان عنده مشكله ذهنيه شويه بسبب الارهاق والاجهاد والغيابات والضغط النفسي و إيه انت شايف انه الفوز في مباراه ماتش الزمالك كان ممكن يخلي الدنيا تتواصل عملية الخمول الحاصلة وان احنا بنمشي شوية ونقع شوية لكن لو هيبقى في واحد من اهم الاسباب لتتويج الاهلي بدوري ابطال افريقيا هو فوز الزمالك بالقمة ووقتها لازم تخرج تشكر الزمالك ان انت كنت سبب في عملية الافاقة والانعاش للمجموعة فدي مخلياني متفائل شوية ان الاهلي قادر يعمل ده لما نيجي نتكلم عن سيناريو المباراة والسيناريوهات المحتملة والمفاجآت المتوقعة انا يعني بتوقع ان المفاجأة اللي ممكن تحصل
ان كولر يرجع للعادي بتاعه. العادي بتاعه اللي هو انا هلعب بافضل عناصر قادره انها تخرج افضل محتوى ومنتج ونتيجه. فبالتالي ايه اللي انا ارجع ليه؟ رقم واحد عندي في كل مكان يلعب، بمعنى ان كهربا هو المهاجم الافضل مثلا على سبيل المثال، هو المهاجم الافضل في الفريق، فكهربا يرجع يلعب لان انا مش حمل خسائر تانية. وانا بالمناسبه عايز اقول ان كهربا هو مش افضل مهاجم في مصر بس، هو افضل مهاجم في الدوري المصري عموما، مش في الاهلي، انا بشوفه رقم واحد في الدوري المصري عموما، وهو رقم واحد بفعل كولر مش بفعل كهربا. يعني لما جه كولر مسك النادي الاهلي كان كهربا لاعب بديل وكان جناح وما كانش بيلعب مع موسيماني. فيعود الفضل اولا الى كولر انه جعل كهربا هو هداف الفريق، هو هداف افريقيا، هو افضل مهاجم في الدوري المصري. فانا بتوقع ان كولر يفاجئنا بانه يعود الى ثوابه بكهربا مره تانية، لانه حرفيا يمكن انا قلت مع حضرتك يا استاذ احمد قبل كده واسف ان انا بقول تاني، احنا بنبقى ناقصين لاعب في وجود مودست لما بيبدا بالتشكيل، لانه ناقص جدا جدا بدنيا. فبالتالي احنا عوده كهربا للتشكيل الاساسي هتفرق جدا جدا. بشوف ان احنا على مستوى وسط الملعب في ظل غياب مروان عطيه لازم نلعب باثنين. في مروان عطيه هو اللاعب الوحيد في الاهلي اللي قادر يلعب كارتكاز وحده، اللي قادر يغطي مساحات عرضيه كامله قدام الخط الرباعي الخلفي وقادر يقوم بادوار الخروج بالكوره، هو مروان عطيه. طب مروان عطيه مش موجود، يبقى نلعب باثنين عشان اقدر اغطي المساحات دي. ولو انا لعبت باثنين من بدايه المباراه، مباراه الاهلي والزمالك، بعمرو السوليه جنب احمد نبيل كوكا، كان هيبقى الشكل افضل بكتير زي ما شفنا في الشوط الثاني. وبالتالي اتوقع ان كولر برضو يعود الى الفكره دي 4-2-3-1، عمرو السوليه الى جوار احمد نبيل كوكا، هنقدر من خلالها نستحوذ، هنقدر من خلالها انتشارنا جيد. وفيما يتعلق بالاجنحه، نلعب باجنحه ملتزمه جدا دفاعيا، لان مازيمبي فريق خطر على الاطراف، فريق على الرغم انه اخر محطاته في دوري الابطال ما قدرش يكسب على ارضه، يمكن كسب خارج ارضه، كسب بيترو اتلتيكو في ظروف او بيتو سيناريو فرقه جيده برضو، يعني هو كان فرقه جيده جدا، كان بيلعب فرقه كويسه جدا. فبالتالي هو لا فريق يعني لو انت تركت له المساحه انه يشتغل هيسبب لك ازعاج وهيقدر يخلق مشاكل كبيره جدا. فاعتقد احنا محتاجين في مباراه الذهاب بالتحديد لاعبين قادرين يقدموا الادوار المزدوجه في الدفاع والهجوم عشان خاطر نقدر نطلع بتعادل من هناك، او لو قدرت تكسب يبقى كويس جدا جدا. انا متفائل ان احنا قادرين نكسب، يعني احنا قادرين نكسب في مازيمبي، وان احنا نفاجئ الناس كلها ان احنا لا، الاهلي لسه قادر يكمل، الاهلي لسه مازال المرشح الاول. واكتر حاجه لازم نبقى مؤمنين بيها داخل غرفه اللاعبين ان احنا مازلنا ابطال افريقيا. انت البطل انت حامل اللقب، حامل اللقب اخر نسختين، وانت الفريق اللي رايح كاس العالم. لا، وانت لو حققت لقب بطوله افريقيا السنه دي، ده انجاز تاريخي لم يتحقق على مستوى القاره ولم يتحقق في تاريخ النادي الاهلي. توصل 5 فاينل ورا بعض، تجيب منهم 4 ألقاب، أعتقد حط الجيل ده في حتة تانية. صحيح. طبعا لازم كولر واللاعبين يلعبوا المباراة دي وهم على يقين كامل أنهم مش بحاجة إلى إثبات شيء، لا، أنتوا أبطال القارة، فالعب وثق بأنك ما زلت البطل المرشح، وأن الناس هي اللي خايفة منك مش أنت اللي خايف منك. إزاي بيفكر مازيمبي في مواجهة الأهلي يا نادر؟ يعني أنت بتتكلم على فرق كتير جدا ممكن تكون صعبة لما تلعب على ملعبها، تكون فرقة بتلعب كورة، كلامك بصرف النظر عن قادرين يحققوا لقب، قادرين يوصلوا مباراه نهائيه، محدش ينكر مثلا انه سان داونز من اخطر الفرق اللي في قاره افريقيا، وهي بتلعب على ملعبها، ورغم كده ما بيقدرش يحقق اللقب بسهوله. اخر مره 2016 اعتقد، بتكلم من 8 سنين، المره الوحيده. سيمبا واحد من اخطر الفرق اللي بتلعب كره على ملعبها، ومع ذلك يعني دايما بعيد عن الادوار النهائيه. صحيح. مازيمبي مدرسه مختلفه، مازيمبي يمكن حتى واحنا بنستعرض احصائياته امبارح في اخر يعني مشاركاته في مباريات دوري الابطال، فريق بيعتمد على الكره الانجليزيه القديمه، بيعتمد اكتر على الكره الطويله، بيعتمد على كروسات حتى من نص الملعب، ما بيستناش يوصل للثلث الاخير، فريق ما بيلعبش كتير كره على الارض، على الرغم طبعا انه فكره انك انت انه متعود يلعب على ارضيه جيل صناعي، دي تديله ادفانتج او تديله افضليه عليك في الحته دي. ازاي تتوقع سيناريو مواجهته الاهلي، او طريقته تفكيره في طريقه مواجهه النادي الاهلي؟ خلينا نبدا الاول من مازيمبي نفسه. حاليا المدير الفني لفريق مازيمبي هو لامين انداي. لامين انداي المدير الفني لمازيمبي ده هو اخر بطل لدوري ابطال افريقيا مع مازيمبي، مكانه مشروف 2013. طبعا حصل مشاكل بالنسبه لفريق مازيمبي بعد ما كاتومبي اللي هو رئيس النادي كان عليه مشاكل قضائيه داخل كونغو، وسافر وكان بيدير النادي من امريكا تليفونيا وهاتفيا وعبر سكايب، وكان هو اللي بيدير النادي، كان ابنه هو اللي متواجد في النادي الفتره اللي فاتت. طبعا ده سبب ابتعاد مازيمبي، وكان متواجد بشكل اكبر في الكونفدراليه.
مؤخرا رجع تاني كاتومبي، رجع تاني مازيمبي مع عوده كاتومبي اللي رجع كمان لامين انداي لقياده الفريق. لامين انداي واحد من يعني من 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 المدربين اللي عاش كتير في ادغال افريقيا، درب حوريه كوناكري، درب ليوبار، درب الهلال السوداني، درب منتخب السنغال في 2000 وفي 2008 بعد ألان جيرس، فمدرب عنده خبرات. دي حاجه. الاهم من ده هي طريقه لعب لامين انداي نفسه. لامين انداي بيعتمد على 4-1-4-1، ده بيدل على ان الفريق بيعتمد على لعيب ارتكاز واحد. الاثنين الباكات بتوع الفريق مش دايما بيكون عندهم القدره ان هم يزيدوا، لا دايما ده بيكون متاح اكتر للكونزا لاعب الوسط اللي بيتحول لجناح في بعض الاحيان وبيبدل مع الجناح اللي موجود. المهاجم بتاعهم اللي سجل الهدف الثاني في مباراه بيترو اتلتيكو اللي كانت في مباراه الكوارتر فاينل اسمه باي او بولاي، اسمه بولاي. المهاجم ده من اللعيبه البوتنشال في افريقيا، عنده 23 سنه، لعيب قوي جسمانيا جدا، لعيب عنده قدره على ان هو يقدر يكون محطه للفريق. دايما الكروسات اللي بتتلعب اللي انت بتتكلم عليها في نص الملعب دي دايما بتتلعب اعتمادا على ان اللاعب ده بيقدر يفضي المساحات للاجنحه اللي بتطلع من الخلف. انا تقلقني كمان مش بس اجادتهم للكروسات، هو اكتر فريق في استعرضنا الاحصائيات امبارح اكتر فريق بيعتمد على الكرات الطوليه او الكرات العرضيه في كل الفرق اللي مشاركه في دوري الابطال هو فريق مازيمبي. لما احط ده جنب معلومه انه اغلب الاهداف اللي استقبلها الاهلي في الفتره الاخيره هي نتيجه كرات عرضيه، هنا دي نقطه محتاجه نشتغل عليها بشكل او باخر عشان نحد من خطوره مازيمبي ونمنع استقبال شوبير للاهداف. صحيح. انت كمان بتتكلم عن انهم بيتميزوا المجموعه كلها بالقوه البدنيه، يعني لما تيجي تبص عمرهم صغير، متوسط عمرهم 24 سنه، هم اطوال وبرجل واسع عند معظم اللاعبين وقادرين يكسبوا الكرات الهوائيه والكرات الثنائيه، لكن هو عنده خلل في الجانب الخططي. يعني هو بيلعب لاعب ارتكاز واحد هتلاقي مساحات كتير جدا حواليه، هو بيلعب كرات طوليه بس في تباعد بين الخطوط. هنا بتعمل ايه؟ هنا انت بتهدي الريتم قوي، بتقتل الايقاع شويه، وجود قفشه مهم قوي عشان يقدر يعمل ده، ما يبقاش عندنا استعجال، حد يقف على كوره بالظبط وحد يقدر ينقل هجمه بالظبط. انت اتكلمت على كهربا، انا كنت يمكن واحد من المحاور، بس لما تخلص النقطه دي هكلمكم فيها. هو الثلاثي الهجومي الافضل من وجهه نظركم، التركيبه اللي ممكن صحيح تحقق الافضليه للاهلي في استغلال مساحات لو لجا مازيمبي لفكره الضغط على الاهلي في نص ملعب. فيما يتعلق بالتركيبه الهجوميه انا يمكن هختلف مع الناس كلها والراي العام والناس اللي عماله بتنتقد. انا افضل وجود طاهر، محمد طاهر، لانه جناح بيلتزم جدا دفاعيا، وانت محتاج جناح في هذه المباراه بيدافع كويس جدا. وبالمناسبه طاهر وعمر كمال ايضا في مباراه الزمالك ظلموا بسبب عدم وجود مهاجم، يعني اكتر من كوره لو كانت عندي الفرصه اجهز لك حالات. طاهر بيتقدم ويعمل المراوغه، مفيش مهاجم يقرب له عشان يعمل 1 2 عشان يسند معاه، مهاجم مستسلم في احضان مدافعين. فطاهر من الناس اللي ظلمت رغم انه قدم قدام انبي وقدام زد مباريات هايله جدا. وعشان كده الناس دايما تسال هو ايه اللي شايفه المدرب في طاهر؟ لا، هو طاهر بيعمل حاجات المدرب شايفها كويس. سريعا جدا نسمع التشكيل الامثل من وجهه نظر نادر ومن وجهه نظر سعيد. انا شايف ان نبدا بمصطفى شوبير طبعا بطبيعه الحال. خط الدفاع محمد عبد المنعم جنب رامي ربيعه، محمد هاني، علي معلول، مفيش اختلاف على كده. وان كنت بفضل ان محمد هاني يلعب مساك ويتقدم رامي ربيعه، ولكن ده بالنسبه لتفكير مارسيل كولر في المباراه ان هو مش هياخد الريسك ده الرباعي الدفاعي في وسط الملعب. ما ينفعش مثلا هاني يبقى مساك جنب رامي وجنب منعم ونحط اكرم و... لا عمر كمان مش مفاده فكره، حط اكرم وعلي معلول مثلا، يعني هو ده السيناريو مش وارد. دي ده وارد في حين ان انت ممكن فعلا تلعب دي ورامي ربيعه يكون ليبرو متقدم في بعض الحالات، تتحول الطريقه من 5-4-1 ل 4-5-1 ايا كان هتلعب بيها ازاي. ولكن زي ما قلت لك انا مشكلتي يعني انا اتمنى لحد اخر لحظه ان مروان يكون جاهز، حتى لو هيلعب يعني 70% لو هيدي 70% من مستوى مروان عطيه اللاعب الافضل في الكرات جنب مروان، يكون جنبه احمد نبيل كوكا. متفق مع سعيد في جزئيه انك تلعب باثنين ارتكاز ويكون امامهم عمرو السليه يبدا. عمرو السليه اتمنى ان هو يكون بديل. الثلاثي الهجومي يكون رضا سليم ويكون طاهر محمد طاهر، حتى وان كنت بختلف مع سعيد شويه في موضوع ان طاهر كان الافضل في مباراه الزمالك، ولكن مش الزمالك، لا مش في الزمالك، انا بتكلم في المباراه الاخيره زد وانبي كان افضل. يعني بس الماتش الاخير في الزمالك ماتش طاهر، ولا شايف انه طاهر لسبب واحد؟ طاهر اعلى لاعب، مش عبد القادر اكيد اساسي. أيوه. يكون طاهر لان طاهر عنده ورك ريت عالي قوي، اي مدير فني في العالم هيحبه. والناحيه الثانيه رضا سليم، والناحيه الثانيه رضا سليم. والمهاجم اتمنى ان هو يبدا بكهرباء ويكون بديل وسام ابو علي. بشكركم شكرا جزيلا، كل التوفيق ان شاء الله للاهلي. هنكون بنتابع مع حضراتكم او هنشوف ان شاء الله باذن الله بعد يمكن يوم السبت القادم شكل وفرص وحظوظ الفرق الاربعه اللي تتاهل ان شاء الله باذن الله
او لا فرق الاثنين بقى اللي هيتأهلوا ان شاء الله المباراه النهائيه، ونتمنى ان شاء الله ان الاهلي يحقق على الاقل نتيجه ايجابيه، ان لم تكن فوز يبقى على الاقل تعادل يسهل بشكل كبير جدا مواجهه العوده في القاهره هنا يوم الجمعه اللي بعدها. بشكر سعيد علي، بشكر نادر شبانه، شرفتونا ونورتونا، شكرا جدا على وجودكم معانا، ونتقابل ان شاء الله على كل خير الاسبوع الجاي. بشكر حضراتكم على المتابعه، كل التحيه.